ولا يتخصب للحديث حول مستجدات فيروس كورونا كوفيد 19 والحمله، حمله التحصينات التي انطلقت منذ الاسبوع الماضي وتنتهي نهايه هذا الاسبوع. سنتعرف على تفاصيل هذه الحمله والمؤشرات التي وصلت اليها من خلال ضيفتي الاخت خوله بنت زايد الشحيه، رئيسه قسم التثقيف الصحي بمحافظة سندب. اخت خوله رحب بك في البدايه، ونود ان نتعرف على هذه الحمله، البدايه كيف كانت، الاستعداد، كذلك الخطوات التي اتخذتموها والمؤشرات والارقام التي وصلتوا اليها. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك اخي نجم وشكرا لبرنامج من عمان. حقيقه في بدايه الحمله الوطنيه للتطعيم ضد مرض كوفيد 19 شكلنا حقيقة لجنة مركزية على مستوى محافظة مسندم. هذه اللجنة تكونت من الكوادر الإدارية وكذلك من الكوادر الفنية وكذلك أيضا الكوادر التطوعية، حتى أعكس أنا جانب واهتمام المواطنين بهذه التطعيمات ضد مرض كوفيد 19. كنا نعد طريقة استقطاب أو نقول طريقة تسجيل المواطنين للتطعيمات، فبدأنا بتخصيص رقم هاتف خاص لجميع المواطنين لآلية التسجيل. حقيقة من نشرنا رقم الهاتف المخصص للتسجيل لتخصيص هذا الرقم لتسجيل المواطنين في ضد التطعيم ضد مرض كوفيد 19، وجدنا ماذا؟ ما شاء الله، خلال فترة فقط وجيزة من ما تتجاوز فقط الساعة 300 شخص يطلبون ايش موعد ليأخذ هذا التطعيم، وهذا فعلا يعكس لنا الدور الإعلامي ووعي المجتمع حول أهمية هذا اللقاح ومأمونيته كذلك. لو حبيت ايضا كذلك اتطرق ايضا الى موضوع النسب او محافظه مسندم، حتى اليوم كم من نسبه التطعيمات الان وصلنا اليها؟ نتحدث الان وصلنا تقريبا الى 12700 شخص مطعم حتى الان، من مستهدف 15000 شخص، ولله الحمد بمعنى احنا حققنا الان بنسبه تقريبا 84%، والمتبقي ان شاء الله هذا الاسبوع تستكمل هذه الحمله التطعيمات. ايضا هناك طرق نقول تنظيميه على مستوى مثل ما تقول المؤسسات الصحيه، كيف احنا عملنا مع المؤسسات الصحيه لاستقطاب هؤلاء المواطنين؟ حقيقه وضعناها على اربع مراحل اساسيه. المرحله الاولى ايش تقول؟ تقول اول حاجه يجب على كل مواطن يتم تسجيل استماره لتلقي هذا التطعيم، حتى تكون هذه المرحله الاولى. ثم ننتقل الى المرحله الثانيه، بعض المواطنين الذين تم تسجيلهم ننقلهم الى المرحله الثانيه وهي مرحله الفرز او مرحله الترياج، وهي يتم سؤال كل مواطن حول الحاله الصحيه له وحول التاريخ المرضي له. ثم ننتقل بعدها الى المرحله الثالثه وهي مرحله اخذ التطعيم. من ياخذ التطعيم كل مواطن عليه ان ينتظر من ربع ساعه الى نص ساعه داخل مؤسسه صحيه، ومن ثم بعدها يغادر. جميع هذه الاستمارات لجميع المواطنين الذين اخذوا التطعيمات يتم بعدها وضعها في تطبيقها في البرنامج الترصد حتى يظهر اعداد تقريبا اللي تلقوا معنا التطعيم. هذه الجمله التي تمت من خلال على مستوى المؤسسات الصحيه. محافظه مسندم تتميز كذلك بجغرافيتها لنقول هذه لنقل التطعيمات من ولايه الى اخرى. كما تعلم ان نقل التطعيمات ليس بالامر الهين، فمحافظه مسندب حدودها الجغرافيه استعنا بطائرات الهليكوبتر نقل من والى من ولايه الى اخرى، وكذلك استعنا بالقوارب البحريه لنقل ايضا الطعوم هذه الى المناطق النائيه لتطعيم المستحقين منها، خاصه منهم من كان من 60 سنه كما بدانا هذه الحمله. ثم بعد التوجهات السامي لمولانا صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه لابناء محافظه مسندب من 18 سنه فما فوق. فهذه المراحل العمرية التي تم استهدافها لأخذ هذه الطعوم. وحقيقة الجهود لو نتحدث أيضا كذلك أريد أسلط الضوء على الجهود التي تمت في محافظة مسندم من تعاون مختلف مؤسسات المجتمع المدني وكذلك الأهلي وكذلك اللجان الصحية، الشباب المتطوعين الذين بادروا أيضا لتنظيم عمل المواطنين أثناء دخولهم للمؤسسات الصحية، وكذلك وأهم نقطة إيش تعاون معنا مكتب وزير الدولة ومحافظة مسندم جزاه الله ألف خير. نتحدث نعلم أن المواطنين بادروا بعملية طلب التحصينات أو التطعيمات وأخذ اللقاح، ولكن هل هناك من أمثلة قد نقول أنه يمكن أن نشير إليها واجهتوها من أجل أن احنا ننقلها للمواطن أنه من لم يأخذ اللقاح حدث معه كذا وكذا؟ نعم،
حقيقة أستذكر أحد المواقف، حقيقة لإحدى المواطنات، هي من عمر 65 سنة، وكنا نقنعها أيضا أنها تأخذ التطعيم، رفضها إلى التطعيم. قل الآن هي هذه المرأة الآن أصيبت بهذا المرض، وهي الآن حاليا في العناية المركزة، نسأل الله لها الشفاء العاجل، هو من كل من هم في العناية المركزة. وهذا يدل على إيش؟ أن أخذ هذا التطعيم يقلل من نسبة يعني من إصابتك بمرض كوفيد 19. وفي حالة الإصابة لا تكون الأعراض بشدتها، إنما تكون الأعراض تكون بخفيفة أخف عن الإصابة نفسها. عموما أخت خولة، يعني في النهاية لابد أن نوجه كلمة للمواطن والمقيم في المحافظة. نعم وصلنا إلى 84% من المستهدفين، نود أن نصل إلى نسبة 100%. ماذا نوجه للمواطن والمقيم سواء على سواء من خلال هذا اللقاء اليوم؟ من خلال المواطنين حقيقة، لكل واحد أخذ هذا التطعيم هي مجرد فقط ألم، أو نقول في موضع ضرب الإبرة، ننصح فقط كل مواطن بأخذ جرعة من الدواء الباراسيتامول كل 5 ساعات، إنه ما ينتظر يقول أنا لا ما بأخذ الآن الدواء أو الباراسيتامول خلال هذه الفترة وانتظر بعد فقط لما أشعر بعض الأعراض تظهر لي مثل بعض الآلام أو بعض الحمى. لا، مباشرة من ناخذ إحنا التطعيم مباشرة ناخذ الباراسيتامول وبعدها ننتظر كل 5 ساعات. هذه أهم نصيحة الآن. ونشكرك خولة بنت زايد الشحية، رئيس قسم التثقيف الصحي بمحافظة مسندم، نقلتي لنا الصورة الحقيقة حول مستجدات هذا المرض، مرض كوفيد 19، وما وصلت إليه محافظة مسندم من أرقام حقيقة ونسب عالية جدا في عملية تلقي اللقاح والتحصين. إذن هذا ما لدينا حول هذا الموضوع، نأمل إن شاء الله نلتقيكم في لقاءات مقبلة إن شاء الله، وسنعود مرة أخرى إن شاء الله بعد قليل إلى الاستوديو. شكرا لكم وإلى الملتقى.